السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة اسمها أوفيس تايم لاين بتسطب على الأوفيس، بيخليك ترسم زي مراحل المشروع بتاعتك أو التايم لاين بشكل بسيط. أقول له نيو وأقول له نيو تايم لاين، وأقول له إن أنت هتاخد المعلومات من البداية ولا عايز تعمل إمبورت. هتقدر تعمل إمبورت للمعلومات من الإكسل أو من مايكروسوفت بروجكت أو سمارت شيت أو رايت. هقول له نيو وأقول له مثلا أنا عايز أعملها بأي شكل بالأشكال ديت، وليكن مثلا بالشكل دوت. فبيقول لي يوز تمبليت أو امبورت. أقول له يوز تمبليت، وتبدأ تدخل المعلومات اللي أنت عايزها، وليكن مثلا إيه ده هيبدأ من يوم كذا ليوم كذا، وهيقعد مثلا 10 أيام، بي مثلا هيبدأ مثلا من هنا لهنا 7 أيام، سي هيبدأ مثلا من هنا، طبعا مفيش حاجة اسمها بالسالب، تيجي هنا وتختار يوم آخر، وبعد كده تقدر تعمل ديليت للحاجة اللي انت عايزها. وبعد كده هقول له كرييت، فيبدأ يعمله لي بالشكل دوت. تقدر في أي لحظة تقول له إديت داتا، تقدر تشوف الستايل بانل اللي هو دوت، بحيث إن انت لو انت عايز تعدل في الشكل أو تعدل في أي حاجة انت عايزها. تقدر تعمل شير للمعلومات ديت، تقدر تبعتها مثلا عن طريق الايميل او كده. تقدر تغير التمبليت باي شكل انت عايزه.